سنة من السنين رحت حضر عرس ودلع وانا حط الخمسمية بظرف خمسمية حطيته بظرف صغير تعرفون الظروف الصغار ودلع وحط مخباي اي هذا صغار وانا حط مخباي الظرف كذا كبر كذا حط مخباي اي الحالة والله اروح اسلم على العريس كيف الحال مبروك يا علول مبروك وانا اطلع من مخباي قال لا والله ما قلت والله لا تاخذها مشاركة بس لا اكثر ولا اقل مشاركة خذاها يوم جيت جلست هناك والله ما ادري ايش خلاني ادخل يدي مخباي لا الظرف ظهر عود سنان ابي ما ادري ايش خلاني ادخل الا هذا الظرف بسم الله وانا اظله ايه انا معطيه متاكد اني معطيه وانا افتحه الا وانا القى 500 قلت يا ولد انا وش معطيه انا جاي بالعيد بس ما ادري وش واروح وانكس له ثاني مره وسلم عليه قلت خذ قال يا ابن حلال توك عنيت قلت لا يا ابن حلال ما عنيتك بس انت ضايع من الناس وهذا ونحطه مخباه انا قعدت لي يومين العرس كله فكر ما ادري وش اعطيته ادور محفظتي تخبر بها البطاقات وهذا ما في مشكله ما في ضايع اي يعني قامت تاكل وتشرب معي يومين ثالث يوم هو يدق علي العريس ابو فهد كيف الحال لا والله ما كان عندي فهد ذاك الوقت ها محمد كيف الحال قلت الحمد لله قال وينك قلت والله بالبيت قال اجيب قهوه عندك ايه والله يوم جاء هذا واللي مدخل علي اغراض جرجير بقدونس قلت وش هذا قال هذه ورقه الطلبات اللي عليك يا